أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حوار سياسي. حلقة اليوم عن تهريب أو تهرب الدول الكبرى من تقديم ضمانات للعراق في مؤتمر دافوس. هذا الأمر الذي جعل العبادي يقرر بأن يقوم بإنهاء سفره والعودة إلى العراق، وبعد هذا الأمر عاد العبادي إلى بغداد خالي الوفاض. يا ترى ماذا يعني ذلك؟ هل يعني هذا الأمر أن الدول الكبرى تنصلت عن العراق؟ هل يعني هذا الأمر أن الولايات المتحدة الأمريكية في عهد ترامب ستكون لها سياسة خاصة متناقضة مع سياسات أوباما وبوش الابن؟ ولماذا رفض ترامب استقبال العبادي في سويسرا؟ طيب، عامل الزمن هل له دور في هذه القضية أم لا؟ القضية الأهم في هذا الأمر، هل يعني ذلك إذانة من المجتمع الدولي بضرورة التغيير؟ وإن كان هذا الأمر صحيحا، ما هي طبيعة هذا التغيير؟ الداخل العراقي كيف سيكون موقفه من هذه القضية؟ وأخيرا، كيف ستكون الخارطة السياسية في العراق بعد الآن؟ وقبل أن ندخل في تفاصيل لقائنا هذا، لنتابع معا هذا التقرير. قبل أن ينهي مؤتمر دافوس في سويسرا أعماله، أنهى رئيس الوزراء حيدر العبادي زيارته وعاد أدراجه خالي الوفاض، أو كما وصفها البعض بخفي حنين، لعدم حصوله على ضمانات كاملة من الدول الكبرى بإعادة إعمار العراق. فالرجل لم يخفي امتعاضه من تهرب قادة وممثلي الدول من تقديم وعود ملزمة لمؤتمر إعادة إعمار المناطق المدمرة المقرر انعقاده في الكويت. ولربما ما زاد امتعاض العبادي بالله عدم استطاعته مقابلة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب هناك، وشعوره أن تلك الدول اكتفت بالمساعدات التي قدمتها للحكومة خلال حربها ضد تنظيم الدولة ولا تريد أن تدفع المزيد. وهنا أمس طرح أسئلة لماذا وكيف وماذا بعد مشروعه، فمؤتمر المانحين في الكويت لإعادة إعمار العراق على الأبواب، والآمال الحكومية معقودة عليه. بعض من تلك الأجوبة جاوبت عليها وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية في تقرير لها حول المؤتمر. الوكالة تقول إن الكثير من الدول المانحة تتخوف من الفساد المتفشي في البلاد الذي من شأنه أن يبخر الأموال المطلوبة والمقدرة بمئة مليار دولار، كما تبخرت مئات المليارات في الهدر والفساد خلال السنوات الماضية. كما أن تلك الدول تنتظر من الحكومة أن تبادر بالبدء بعملية الإعمار ببعض من أموالها الخاصة، ولا سيما على الحاجات الملحة للسكان. فالدمار طال مئات آلاف المنازل والجسور والمستشفيات والطرقات والبنى التحتية، وإلى الآن كل شيء على حاله بالرغم من انتهاء المعارك منذ أشهر. تقرير الوكالة الأمريكية يتماشى مع ما أكده طه عبد الغني عضو مجلس محافظة الأنبار بأن الحكومة غير قادرة على إعادة إعمار أي شيء، معبرا عن أمله في أن تتولى الدول المانحة هذه المهمة لسد الفراغ، حتى منظمة الشفافية العالمية حذرت مؤخرا من أن مخاطر الفساد تتفاقم في العراق بسبب ضعف قدرة الحكومة على استيعاب سيل أموال المساعدات. وكشهادة شاهد من أهله، طلب عضو اللجنة المالية النيابية رحيم دراجي بضرورة تأجيل تقاضي المنح والهبات المالية من الدول المانحة لإعادة الإعمار إلى ما بعد الانتخابات واختيار حكومة جديدة قادرة على حفظ المال العام. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، دعوني في البدء أرحب بضيفي. معي عبر الهاتف أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين بمحافظة أربيلة الدكتور عبد الحكيم خسرو. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. أهلا بك. وأيضا معنا عبر الهاتف الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور مازن الرمضاني من لندن. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بك أخي. أهلا بك. أبدأ معك دكتور مازن. دكتور، هل تعتقدون أن مؤتمر دافوس مهم للعراق لهذه الدرجة التي أولاها الساسة العراقيون له؟ بالتأكيد، يعني هذا المؤتمر على قدر عال جدا من الأهمية للعراق، ذلك بسبب أساس هو الواقع الاقتصادي العراقي الراهن. نعم. يعني الجميع يتذكر ان العراق بعد الاحتلال في عام 2003 لم يشهد عملية بناء او اعادة بناء، فقوات الاحتلال لم تتطلع
إلى جعل العراق كاليابان أو ككوريا الجنوبية. الحكومات التي تعاقبت على إدارة العراق بعد الانسحاب أو بعد ما يسمى باسترجاع القيادة هي الأخرى لم تعمد إلى إعادة بناء العراق إلى ذلك المستوى الذي يتماهى مع قدراته الاقتصادية، وهي قدرات اقتصادية عالية جدا. إمكانات العراق الاقتصادية لا تقترن فقط بالنفط والغاز، وإنما هنالك موارد أولية نفيسة في العراق ناهيك عن قدرات البشرية. إذا مؤتمر دافوس، طبعا أيضا ينبغي لا أنسى أن كلفة الحرب مع داعش أضافت عبئا كبيرا على اقتصاديات العراق. العراق تحول جراء عدم البناء، انخفاض أسعار النفط، الحرب مع داعش، تحول إلى دولة تتطلع إلى المساعدات الخارجية، وهو أمر يعني معيب جدا بالنسبة لدولة كالعراق. نعم دكتور عبد الحكيم، دافوس أيضا ما أهميته بالنسبة للعراق بشكل عام والعراقيين بشكل خاص؟ مساء الخير، تحية لك ولأستاذنا الكبير الأستاذ مازن الرمضاني ولمشاهدي الرافدين. حياك الله. أنا حقيقة السيد حجر العبادي في زيارته إلى دافوس كان يتأمل الكثير، وخاصة فيما يتعلق بالتواصل مع المجتمع الدولي في هذه المرحلة، باعتبار العراق يمر من يدخل مرحلة جديدة بعد الحرب على داعش. هناك مرحلة البناء والإعمار، وهناك مرحلة فيها العديد من الاستحقاقات تتمثل باستمرار العملية السياسية والتوجه نحو الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني أولا، ومن ثم البدء في عملية الإعمار والاستثمارات. ونعلم جيدا بأن الذين يحضرون في دافوس أو حتى الشركات العالمية وأصحاب رؤوس الأموال تتطلع إلى نوع من الاستقرار في البلدان التي تحاول أو تنوي العمل فيها. العراق ما زال بلد غير مستقر، ما زال الحرب على داعش لم ينتهي، هناك جيوب للحرب على العراق ما زال مستمر في العراق، هناك نوع من الانقطاع بين كردستان والحكومة الاتحادية، ما زال هناك الملايين من العراقيين نازحين لم يعودوا إلى مناطقهم. طيب دكتور، أنت أشرت في بداية كلامك إلى أن حيدر العبادي كان يعول على مؤتمر دافوس هذا، لكن السؤال الأهم، هذا المؤتمر ليس الأول من نوعه، مؤتمرات دافوس السابقة هل ساعدت العراق؟ يعني بالتأكيد لا، يعني كما نعلم بأنه هناك أمور يجب أن تقوم بها الدولة العراقية والسلطات العراقية قبل الاستفادة من الدعم الدولي. كما أشرنا بأنه إذا كان هناك نية لإعادة الإعمار والتنمية في العراق ودخول الشركات العالمية إلى القطاع الخصبي العراقي، لابد من وجود نوع من الاستقرار الأمني في العراق ونوع من إنهاء النزاعات السياسية وأيضا استبداد الأمن، وهذا غير موجود لحد الآن، وهناك ربما ترقب حذر من المجتمع الدولي سياسة السيد حيدر العبادي باعتباره دخل إلى المعترك السياسي ودخل إلى الحرب الانتخابية من باب ربما باب مختلف يتمثل بكيفية التعويل على الانتصارات والحفاظ على السيادة أولا، وليس على مسألة تقديم الخدمات وإعادة الإعمار والبنية التحتية في الدولة العراقية. وبالتالي هناك أيضا مسألة التغيير في السلطة السياسية في العراق، هذه أيضا تؤثر بدرجة كبيرة على مدى ربما رغبة الشركات العالمية في الدخول إلى الاقتصاد العراقي. ويعني بالتأكيد كان هناك ربما دعم من الولايات المتحدة في هذا الاتجاه، دعم من الدول الصناعية السبعة في دعم العراق، لكن هذا الدعم لا يأتي من خلال توفير الأموال، باعتبار مستوى الفساد في مؤسسات الدولة العراقية ما زالت كبيرة جدا،
حتى تم تعليق عضوية العراق في منظمة الشفافية العالمية، وبالتالي هذه أيضا يعني تؤثر بدرجة كبيرة على مصداقية الحكومة الاتحادية وكيفية التعامل مع المجتمع الدولي. دكتور مازن، السؤال أيضا الذي يجب أن نطرحه الآن، هل العراق دولة فقيرة إلى هذه الدرجة بحيث يعتمد على مساعدات الدول المانحة للقيام بواجباته بحق مواطنيه؟ ابتداء تحية إلى زميلي الأخ دكتور عبد الحكيم. نعم. إجابة على سؤالك، أنا ذكرت في التعقيب الأول أن العراق دولة ثرية. نعم. وهذه حقيقة موضوعية، ولكن الكثير من المدخلات منذ 2003، لا بل أستطيع القول حتى قبل 2003، على الرغم من أن الواقع قبل 2003 يختلف عن الواقع بعد 2003، لكن الواقع منذ 2003 حتى اليوم أفضى إلى أن يكون العراق دولة تجدي المساعدات الخارجية، وبالتالي أضحى العراق دولة لا تستطيع القيام بإعادة إعمار العراق بالصيغة التي يتمناها المواطن العراقي. وهنا ينبغي أن لا ننسى أن الأموال الطائلة التي حصل عليها العراق جراء ارتفاع أسعار النفط كلها ذهبت إلى جيوب أولئك الذين نسميهم بالفاسدين، وبالتالي الفساد هو الذي أكل ثروة العراق ولا زال يأكل ثروة العراق، وبالتالي العراق انتهى إلى أن يكون دولة يعني عمليا لا تستطيع القيام بوظائف التنمية أو إعادة البناء، وبالتالي العراق محتاج إلى مساعدات خارجية. العبادي الدكتور مازن العبادي قال في دافوس أن العراق شارك في المؤتمر كون المؤتمر هو أكبر ملتقى اقتصادي في العالم ولتعزيز مكانتنا بين الدول ولتشجيع الاستثمار. كيف يشجع العبادي على الاستثمار في دولة لا تهتم بجوانبها الاقتصادية؟ فليست هنالك مشاريع زراعية، ليست هنالك مشاريع صناعية، ليست هنالك أي مشاريع للدولة تعزز جانب الاقتصاد في العراق. كيف سيفهم العالم ذلك؟ يعني هناك فرق بين الكلام والواقع. صناع القرار اعتادوا على التصريح بكلمات جميلة منمقة يلغي عملية تلغى عمليا على أرض الواقع. نعم دافوس مؤتمر مهم جدا بالنسبة لكافة دول العالم، حيث في هذا المؤتمر تطرح الآراء وكل الدول تحاول تسويق أنفسها إلى الآخرين، وبضمن ذلك تسويق سياساتها ورؤاها لكيفية التعامل مع التحديات التي تجابه العالم، وهي تحديات خطيرة جدا وبضمنها طبعا التحديات الاقتصادية. يعني حضور السيد العبادي هذا المؤتمر هو بالتأكيد مهم، يعني نتكلم موضوعيا، ولكن ما قيمة العراق بالنسبة إلى هذه القمم الاقتصادية التي حضرت ملتقى دافوس يعني؟ نعم دكتور عبد الحكيم، لماذا برأيكم عاد العبادي أو يعني مبكرا بحيث فسرت بأن الدول الكبرى قد تنصلت عن العراق، وهذا ما دفع صحيفة عرب اللندنية لأن تقول بأن العبادي عاد إلى بغداد بخيبة أمل كبيرة من دافوس؟ يعني بالتأكيد كما أشرت بأنه القوى العظمى وخاصة الدول الراعية للحرب على الإرهاب والتي كانت جزء من التحالف الدولي والدول التي تنمي الدعم العراقي تعود على السياسة العراقية الداخلية. السياسة العراقية الداخلية ما زالت عليها العديد من علامات الاستفهام. هل من الممكن توقع وجود على سبيل المثال نوع من الانفراج في الأزمات الحالية؟ هل من الممكن أن نتوقع استقامة العملية السياسية واستمرارها بشكل من الممكن أن يؤدي إلى دخول الشركات العالمية وأيضا يعني قيام الدول بدعم العراق من حيث الخبرات؟ وكما أشرتم بأن العراق ليس دولة فقيرة حتى تعتمد على المساعدات الدولية، حتى إذا تحدثنا على سبيل المثال إذا كان كما أشار السيد حيدر العبادي بأن
مؤتمر داووس كانت مقدمة لمؤتمر الكويت، المؤتمر الدول المانحة. حتى إذا أشرنا إلى هذا فإن أفضل التوقعات تصل إلى أنه حجم المساعدات التي تقدم العراق لا تتجاوز 10 مليارات دولار، وبالتالي هذا مبلغ ليس بالمبلغ الكبير لما يحتاجه العراق لإعادة البناء والإعمار. هناك إمكانيات مادية هائلة في العراق، هناك بنية اقتصادية من الممكن أن نعتمد عليه، لكن كيفية إدارة الاقتصاد وكيفية التعامل معه وحتى كيفية الاستفادة من الخبرات الدولية هي التي يعني ما زالت محل شك، باعتبار هناك تحديات عديدة كما أشرت إليها، وهناك شروط يتم فرضه على الدولة العراقية سواء من صندوق النقد الدولي أو حتى ربما معايير مطلوبة على العراق أن تقوم بتنفيذها كما جاء في تقارير صندوق النقد الدولي وأيضا البنك الدولي. يعني من هذا الإطار نستطيع القول بأنه من غير الممكن على السياسة العراقية الآن أن تعول على الخبرات العالمية إذا لم تكن هناك رؤية واضحة لإعادة ترتيب مؤسسات الدولة العراقية، إعادة مؤسسة الدولة العراقية، التوجه نحو المزيد من الشفافية فيما يتعلق بالسياسات النقدية والسياسات الاقتصادية الموجودة. هذا ما هو مطلوب على العراق، وأتصور بأن الشروط التي تم فرضها على العراق هي شروط كبيرة، ولا يمكن أن نتوقع ونحن نقترب من الانتخابات أنه العراق بإمكانها أن تستطيع أن تهيئ الأجواء إلى ربما مساعدات دولية أو خبرات دولية لإعادة إعمار العراق أو إعادة التنمية في الدولة العراقية في هذه المرحلة. هذا ما يمكن أن نتصوره، في أنه فعلا حيدر العبادي كان يتأمل بأن قادة العالم سيستقبله استقبال المنتصر والقوي، ولكن كما سمعنا وكما شاهدنا بأن هناك ملاحظات على أداء الحكومة العراقية، وهناك شروط يجب على الحكومة العراقية أن تقوم بتنفيذها قبل قيام المجتمع الدولي بمساعدة العراق سواء ماديا أو من حيث الخبرات. نعم دكتور مازن، يعني هل تعتقدون بعد هذا الأمر أن الدول الكبرى ستترك العراق إلى المجهول؟ لا عزيزي، الدول العظمى والكبرى لن تترك العراق إلى المجهول. أرجو أن لا ننسى أن العراق يعني يحظى سياسيا دوليا بأهمية ليست قليلة، وذلك لاعتبارات جيوبوليتيكية واقتصادية وسياسية. العراق يعني دولة ليست هامشية في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط عموما، ولأنها دولة مهمة للأسباب للمتغيرات اللي ذكرتها. لا أعتقد أن دولة من الدول العظمى أو الكبرى سوف تترك العراق، ولكن علاقة هذه الدول بالعراق يعني لا تنبع فقط من أهمية العراق، وإنما من متغيرات خاصة بهذه الدول. فلو مثلا أخذنا الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الدولة التي غزت واحتلت العراق، العراق تمتع دوما وأبدا بمكانة خاصة في السياسة الخارجية الأمريكية، سواء قبل الاحتلال في 2003 وكذلك بعد الاحتلال في 2003. وهذه الأهمية الخاصة في المدرك السياسي الخارجي الأمريكي حيال العراق نابعة أيضا من اعتبارات أمريكية واعتبارات لها علاقة بدول المنطقة. طبيعة علاقات كثير من دول المنطقة، ولا سيما يعني المملكة العربية السعودية وتركيا وإسرائيل وإيران، علاقات هذه الدول مع الولايات المتحدة الأمريكية لا تسمح للولايات المتحدة الأمريكية يعني ترك العراق نهائيا. السياسة الأمريكية حيال العراق هكذا أنا أستشرف وأقول سوف تجمع بين ارتقاء مكانة العراق في هذه السياسة وتراجعها في آن واحد، تبعا لنوعية رؤية
صانع القرار الأمريكي السيد ترامب لمدى الاستفادة الأمريكية من العراق، وتبعا لذلك أنا لا أرى والشيء ذاته ينسحب على الدول الأخرى. الدول الأخرى يعني في تعاملها مع العراق تنطلق من متغيرات خاصة بالعراق ومتغيرات خاصة بها مصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة، وبالتالي أنا لا أعترض أن العراق سوف يترك من قبل هذه من قبل القوى المؤثرة في التفاعلات السياسية الدولية. مشاهدينا الكرام، حوار سياسي مستمر معكم، أرجو منكم ومن ضيفي البقاء معنا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامج حوار سياسي. أبدأ معك دكتور عبد الحكيم. دكتور، المواطن البسيط في الشارع العراقي وداخل العراق لن يفهم الكثير مما قلناه قبل الفاصل. القضية الأهم التي نريد أن نبينها للناس، ماذا يعني أن يعود حيدر العبادي خالي الفاض إلى بغداد؟ يعني في البداية فقط أريد أن أذكر بأنه العراق، وكما أشار الأستاذ مازن رمضاني فيما يتعلق بعدم ترك العراق وحيدا من قبل القوى العظمى، صحيح هذا أمر نحن يعني متفقين عليه، لكن تجربة الدولة العراقية مع الولايات المتحدة بالذات وخاصة بعد 2003 ومع كل الدعم التي قدمت إلى العراق ورغم الاتفاقية الاستراتيجية في عام 2008، لكن لم نجد هناك تطبيقات عملية، وبقي الملف العراقي في أروقة وزارة الدفاع الأمريكية ولم تخرج خارج هذا يعني خارج الوزارة، والآن ربما وزارة الخارجية الأمريكية دخلت على الخط وتحاول أن تعيد العراق إلى على الساحة الدولية والأقليمية بالذات، وخاصة التوجه نحو حلفائها الكلاسيكيين في المنطقة وخاصة السعودية ودول الخليج ومجلس التعاون الخليجي. لكن كما أشرنا بأن هذا يتوقف على مستوى الأداء العراقي، هل إنه فعلا العراق كدولة والسيد حيدر العبادي يستطيع أن يستفيد من هذا الدعم أو على الأقل التواصل من قبل الولايات المتحدة مع الولايات المتحدة ليك القيام بأدوار جديدة والدخول في مرحلة جديدة باعتبار مرحلة الشراكة. ونعلم جيدا كان هناك بيان مشترك من اللجنة العليا، اللجنة التنسيقية العليا، فيما يتعلق باتفاقية الإطار الاستراتيجي الذي وقع في عام 2008، كان هناك بيان مشترك، و يعني هناك الكثير من الطموحات الأمريكية في الدخول إلى الاقتصاد العراقي والتعاون الثقافي وفي كل المجالات، لكن بصوره عامه هذا يتوقف على مستوى الاداء الحكومي. المواطن العراقي الان وكما نسمع يعني وصل مستوى يعني مستوى متدني جدا من الثقه بالسلطات الاتحاديه بامكانيه قيامها بالتغيير في المستقبل، ومستوى التذمر الموجود في الشارع العراقي وصل الى مرحله انه ربما الحكومات لا تستطيع أن تعمل
في إطار مستوى متدني من الثقة من قبل الشعب العراقي ومن قبل المواطن. وبالتالي هي يعني على الحكومة الآن أن تقوم بوضع استراتيجية. هذه الاستراتيجية تتمثل أولا كما أشرت بأنه إلى أي مدى تستطيع أن تستفيد من الدعم الدولي ومن التواصل الدولي وأن تخرج العراق أو الملف العراقي من أريقة وزارات الدفاع إلى أريقة السياسة الخارجية والسياسة الاقتصادية الدولية وبالتالي إعادة الإعمار والتنمية في الدولة العراقية. هذا محل شك جماهيريا وهذا محل شك لدى المواطن العراقي لحد الآن، وربما حتى هناك قلق وتردد من قبل النخبة السياسية العراقية حول إمكانيتها في مواجهة التحديات القادمة، التحديات التي ستواجه الدولة العراقية في المستقبل. دكتور مازن، الأمم المتحدة كيف تتوقعون أن يكون ردة فعلها إن فعلا تفكر الدول الكبرى في ترك العراق والتناصل عنه؟ عزيزي، يعني ابتداء أود الإشارة إلى مسألة مهمة باعتقادي. العراق يعني منذ الاحتلال 2003 حتى وقت متأخر كان يفتقر إلى المشروع المستقبلي. افتقار العراق إلى المشروع المستقبلي متفاعلا مع اعتراف المنظمات العالمية بأن العراق دولة فاشلة ودولة فاسدة، كل هذا أفضى إلى أن لا يتحقق أي قدر من الإعمار والتنمية. كلمة التنمية المستدامة تكرر، يعني تستخدم كثيرا، ولكن الواقع لا يشير إلى وجود التنمية، وبالتالي البلد لم يستطع أن يتقدم ولو خطوة واحدة إلى الأمام، بل تراجع تراجعا واضحا مقارنة بما كان عليه الحال قبل 2003. الأمم المتحدة عزيزي هي إحدى الجهات المانحة للمساعدة. المساعدة الخارجية وسيلة سياسية خارجية تلجأ إليها الدول ذات القدرة على تقديم المساعدة الخارجية من أجل تحقيق أهداف خاصة بها. طبعا هذه المساعدات في كثير من الأحيان هي ليست مساعدات إنسانية. نعم توجد مساعدات إنسانية، ولكن حتى هذه المساعدات الإنسانية لا تخلو من الهدف السياسي. هذه المساعدات لا تقدم لمجرد حضور رئيس دولة رئيس حكومة إلى مؤتمر دولي. هذه المساعدات تقدم بعد مفاوضات بين الدولة المانحة للمساعدة والدولة المستلمة للمساعدة. وبالتالي السيد عبادي عندما رجع إلى العراق وهو غير سعيد لنقل، نسى أو تناسى أن الدول المانحة لا تقدم المساعدة لمجرد حضور السيد المالكي السيد العبادي أو غيره مؤتمر من المؤتمرات. لابد من مفاوضات تجري بين الطرفين. الأمم المتحدة تقدم المساعدة الخارجية ولكن عادة بنسب أقل من المساعدات التي تقدمها الدول المانحة. نعم تستطيع الأمم المتحدة أن تشارك في تقديم المساعدة عبر المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، ولكن ينبغي أن لا نتوقع من الأمم المتحدة أن تقدم أو أن تشارك في مساهمة كبيرة، لأن الأمم المتحدة هي ذاتها تعاني من أزمة مالية وخصوصاً بعد التراجع الأمريكي عن دعم الأمم المتحدة. إذن التعويل على الدول القادرة على منح المساعدة بشرط إجراء يعني مفاوضات بين العراق وبين هذه الدول تؤمن إشباع حاجة العراق إلى المال. لكن نرجع ونتفق مع زميلي الدكتور عبد الحكيم، يعني ان الوضع ان لكي تقدم الدول المانحه للمساعده مساعداتها للعراق
ينبغي أن يهيئ العراق الظروف التي تشجع هذه الدول على تقديم المساعدة للعراق، وإلا من أنا لا أعترض أن 100 مليار دولار سوف يحصل عليها العراق. نعم دكتور عبد الحكيم، بعد احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وقيادتهما لتحالف دولي لاحتلاله في عام 2003، القوانين الدولية تجبر هاتين الدولتين على الوصاية على هذا البلد، لكنها بعد الانسحاب من العراق وتوقيعها الاتفاقية الأمنية المشتركة نجدها غائبة تماما عن الوضع في العراق، لماذا؟ يعني لابد أن نشير إلى أنه العراق خرج من طائلة الفصل السابع من الأمم المتحدة، وبالتالي العراق هي دولة كاملة السيادة الآن، وهي تتصرف كدولة لديها القدرة. لكن على أرض الواقع هل هي فعلا دولة ذات سيادة؟ لنكن صريحين. يعني أنا أشير بأنه من استنادا إلى القانون الدولي كما أشار جنابك، أنه استنادا إلى القانون الدولي العراق دولة ذات سيادة لديها كامل الحرية في صنع القرار الداخلي، لكن إذا اعتمدنا على معايير أخرى فيما يتعلق بقدرة العراق على صنع القرار و عدم تأثرها بربما مراكز صنع قرار خارجية وإقليمية، ما زال العراق يتأثر بدرجة كبيرة. على سبيل المثال مستوى التدخل الإيراني في السياسة العراقية ما زال من المؤشرات التي ربما تؤدي إلى حذر المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة في كيفية التعامل مع الدولة العراقية والسلطات العراقية، ووجدنا هذا التدخل أثر بدرجة كبيرة حتى على التراجع الكبير الذي حدث في عام 2014 ودخول داعش إلى المناطق العراقية وسيطر على ما يقرب من ثلث الأراضي العراقية. يعني بالتالي عندما نتحدث عن دور الولايات المتحدة ودور بريطانيا في السياسة العراقية الآن، هذا الدور ربما كما أشرت بأنه كان دورا أمنيا أكثر مما كان دورا سياسيا. لا نجد هناك تدخل كبير للسياسة الأمريكية أو للعملية السياسية في العراق، وما آلت إليه العملية السياسية إلى مرحلة قريبة جدا. والآن ربما من خلال اتفاقية الإطار الاستراتيجي ومستوى التعويل على السياسة الأمريكية والدعم الأمريكي للعراق ومدى استجابة القوى السياسية العراقية للدور الأمريكي، ونجد من الآن هناك حديث خاصة من بعض الكتل السياسية الشيعية على إنهاء الدور الأمريكي في العراق، وربما حتى الطلب بخروج القوات الأمريكية التي ساندت الحكومة العراقية في مواجهة داعش. يعني هناك تحديات كبيرة، هذه التحديات تتمثل بالمتغير الداخلي، يعني المتغير الداخلي العراقي هو الذي سيؤثر على مجمل التواصل العراقي مع المجتمع الدولي، سواء التواصل السياسي أو الأمني أو الاقتصادي. ما زال المتغير الداخلي يتعرض لتدخلات إقليمية، وربما هذا التدخلات أو عدم، يعني لا نتوقع على الأقل يعني خلال السنوات القادمة إنهاء هذا الدور الأقليمي في السياسة العراقية بالدرجة الأساس، وحتى كان هناك ربما نوع من التفاؤل الأمريكي خاصة فيما يتعلق بقضية دعم العراق ضد استفتاء أقليم كردستان. آنذاك كان هذا التعويل هو إنهاء دور الميليشيات الشيعية في السياسة العراقية ومن ثم إنهاء الدور الإيراني، ولكن وجدنا بأن هذه الكتل دخلت ككتل سياسية في المعترك الانتخابي، وبالتالي ستدخل إلى السياسة العراقية أو إلى أروقة صنع السياسة العراقية. يعني كل هذه المتغيرات هي التي ستؤثر على مستوى التواصل العراقي مع المجتمع الدولي، وأنا شخصيا لست متفائلا في ما يتعلق بإنهاء هذا الدور، وخاصة أننا نجد أنه الشرق الأوسط والأحداث الجارية في سوريا ما زالت متحركة وما زالت كالرمال المتحركة، ربما تؤثر بدرجة كبيرة من جديد على السياسة العراقية، وخاصة الدخول العسكري التركي في عفرين أو ربما سياسات أخرى تتمثل في شمال سوريا. كل هذه الأمور حقيقة ستؤثر بدرجة كبيرة على السياسة العراقية، والمتغير الداخلي
والذي أنا أؤكد عليه حقيقة، المتغير الداخلي هو الذي سيحدد طبيعة التواصل وطبيعة الاستفادة من الدعم الأمريكي ودعم بريطانيا التي دخلت حقيقة هي الأخرى من باب اقتصادي من باب نفطي، كما حدث في الاتفاقية التي حدثت بين بريتش بتروليوم ووزارة النفط العراقية فيما يتعلق بنفط كركوك. وحتى هناك مؤشرات على أن بعض من الأحداث التي شاهدناها ما بعد الاستفتاء هي كانت جزء منها سياسات بريطانية تتعلق بالمصلحة الاقتصادية أكثر مما هي تتعلق بالوضع السياسي العراقي وكيفية التعامل مع استقرار سياسي للنظام الحكم، ومن ثم مشاركة كافة المكونات في العملية السياسية في العراق. نعم دكتور مازن، برأيكم هناك تلميحات خرجت من سويسرا تشير إلى أن ترامب رفض مقابلة حيدر العبادي، لماذا رفض ترامب هذه المقابلة؟ ليست لدي معلومة يعني دقيقة عن الموضوع، ولكني أتذكر أن أوباما أيضا في اللقاء السنة الماضية لم يتطلع أو لم يرغب في لقاء السيد عبادي. في المؤتمرات للمؤتمرات الدولية يعني قوانينها الخاصة في اللقاءات بين رؤساء الوفود التي تحضر هذه المؤتمرات، يعني رئيس دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية عندما ذهب إلى دافوس طبعا كان له يعني برنامج الخاص، وبالتالي ربما بسبب من يعني زحمة البرنامج الخاص للسيد ترامب لم يستطع مقابلة السيد العبادي. ولكن طبعا عدم اللقاء لا يلغي أن العلاقات بين العراق وصناع القرار الأمريكي علاقات ممتدة ومستمرة، والزيارات الأمريكية للعراق على قدم وساق، لا بل حتى الاتصالات بين السيد ترامب والسيد عبادي مستمرة. إذن عدم اللقاء في دافوس لا يعني بالنسبة لي الشيء الكثير حقيقة. نعم دكتور عبد الحكيم، السؤال أيضا عدم لقاء ترامب بالعبادي فهم من قبل البعض وخصوصا من بعض المراقبين والصحفيين بأنه تغير في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه العراق، هل تعتقدون أن ترامب سيغير من سياسة الإدارة الأمريكية خلافا لما كانت عليه في عهدي أوباما وبوش الابن؟ يعني من الممكن ربما يعني الجواب هو من شقين. الشق الأول يتمثل بأجندة هذه الدول في التواصل مع قادة الدول الأخرى في دافوس واللقاءات الهامشية، ربما هذا المؤشر الذي أشار إلى الأستاذ الدكتور مازن فيما يتعلق بكيفية تحديد الأجندة. النقطة الأخرى تتمثل بأنه فعلا الولايات المتحدة كان لديها تحفظات على السياسات الأخيرة لحيدر العبادي، وهذه التحفظات تتمثل بعودة السيد حيدر العبادي من المنطلق الوطني الذي كان يدعو إليه دائما أو يدعي بأنه يخرج من منطلق وطني إلى تشكيل كتلة سياسية. هذه الكتلة كانت هي طائفية بامتياز، وخاصة عندما قام بتشكيل كتلة النصر والذي تحالف مع الفتح الذي هو جزء من ميليشيات الحشد الشعبي، وأيضا مع تيار الحكمة. رغم انفراد هذا التحالف خلال الأسبوع الماضي أو الأسبوعين الماضيين، لكن بصورة عامة هذا التوجه موجود، وحتى هذا التوجه سيكون جزء من التوجهات التي ستشكل الحكومة القادمة بعد إجراء الانتخابات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كان هناك مطالب من الولايات المتحدة لحيدر العبادي لإنهاء بعض الملفات المتعلقة بأقليم كردستان، وأيضا يتعلق بعودة النازحين وإنهاء دور الميليشيات في السيطرة على بعض المناطق وخاصة في نينوى وكركوك وصلاح الدين وحتى في مناطق من الأنبار، لكن لحد الآن لم تكن هناك خطوات عملية، وعلى الأقل حيدر العبادي لا يملك الإرادة الحقيقية
للجم هذه القوات أو القطعات الخاصة المتعلقة بالميليشيات الشيعية من جهة، ومن ثم حتى ما يتعلق بكيفية التعاطي مع الملف الأمني. يعني كل هذه الأمور ربما خلق نوع من التردد الأمريكي في حجم الدعم لحيدر العبادي، على الرغم من أن هذا الدعم كان دعم كبير، وكانت كل التوقعات تشير بأن حيدر العبادي سيكون رجل الولايات المتحدة المرتقب في الدورة الانتخابية القادمة، لكن الآن يتم الحديث عن ربما تحول في السياسة الأمريكية تجاه شخص السيد حيدر العبادي، ولكن طبعا هذا لا يعني تحول في السياسة الأمريكية تجاه الدولة العراقية، باعتبار كما أشرنا بأن ترامب ينوي الدخول في شراكة حقيقية اقتصادية وأمنية مع العراق في إطار تنفيذ اتفاقية الإطار الاستراتيجي، لكن إلى أي مدى تستطيع الولايات المتحدة تنفيذ هذا الاتفاق، في حين كما أشرنا بأنه منذ عام 2008 إلى الآن لم يستطيع تنفيذ كافة بنود هذه الاتفاقية، لكن هل بالإمكان أن نتوقع بأنه من الممكن في المرحلة القادمة تنفيذ هذه الشراكة الحقيقية؟ هذا ربما سؤال نتركه إلى المستقبل، لكن عموما هناك ملاحظات من السياسة الأمريكية أو على الأقل من أروقة السياسة الأمريكية على سياسات حيدر العبادي ووعود السيد حيدر العبادي للولايات المتحدة، وخاصة كان هناك وعد كما أشرنا إليه، وعد بحل ميليشيات الحشد الشعبي، ولكن لم يتم حله بل تم دمجه وبقاء هيئة الحشد الشعبي. هذه قضية مهمة أريد أن أتطرق إليها دكتور مازن. برأيكم يعني فرنسا، الاتحاد الأوروبي على رأسه فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، الأمم المتحدة كلها اجتمعت وطالبت بحل الحشد الشعبي وجعل السلاح بيد جيش حكومي يتبع إلى الدولة، لكن يبدو أن حيدر العبادي لم يفعل ذلك الأمر، فهو من جانب يصرح شيء ويفعل شيء آخر مرة أخرى. كيف تعتقدون أن الدول الغربية ستتعامل مع العراق بصورة صحيحة في ظل وجود هكذا شخص؟ عزيزي، يعني أرجع إن أهمية العراق بالنسبة لدول الإقليم والعالم أهمية كبيرة، وتبعا لذلك من غير المحتمل، يعني هو المستقبل مشاهد متعددة متفائلة ومتشائمة، من الخطأ أن نذهب إلى القول بالمشهد المتشائم فقط. الصحيح هو أن نجمع بين المشهد المتفائل والمشهد المتشائم في آن واحد. طبعا هذا المشهد المركب هو محصلة لمدخلات داخلية وإقليمية ودولية. يعني القول أن وجود شخص العبادي على قمة الهرم السياسي العراقي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وربما دول غربية أخرى مهم، ذلك لأنهم وجدوا في هذا الشخص سمات لم تتوافر في الشخص السابق له، وربما لا تتوافر في شخص آخر قادم بديل لهم، إذا هنالك مراهنة عليه. نعم، ما حصل أضفى إلى زعزعة المصداقية والثقة في شخص العبادي، ولكنني أعتقد وانطلاقا من معرفة أعتقد أن هذا الشخص لا زال يحظى بقبول من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك المملكة المتحدة وحتى فرنسا ودول أخرى، وقد تجلى هذا في الدعم الذي قدم له سابقا وربما سوف يقدم له لاحقا، ولكن طبعا هذا كله خدمة لمصالح تلك الدول الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية وحتى دول آسيوية مهمة كالصين وروسيا الاتحاد.
نعم، أدركنا الوقت. دكتور مازن الرمضاني، كنت معنا في حوار سياسي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. في سؤال أخير دكتور عبد الحكيم، البعض فهم من ما حصل في دافوس وعودة العبادي من دون حصوله أو تحصله على أي ضمانات من الدول الكبرى بأنه إيذان غربي وإيذان من المجتمع الدولي بضرورة التغيير في المرحلة المقبلة. برأيكم إن كانت الدول الكبرى تفكر بهذا الأمر، كيف ستكون طبيعة هذا التغيير؟ وماذا تودون أن تقولوا إلى الشعب؟ يعني بالتأكيد التغيير المرتقب أو المطلوب كما أشرت في بداية حديثي حقيقة أن هناك شروط عديدة على العراق لابد من أن تقوم السلطات العراقية بتنفيذها. هذه الشروط تتمثل بإعادة اللحمة الداخلية، المصالحة الوطنية، عودة النازحين، ومن ثم إنهاء الخلافات مع حكومة إقليم كردستان والمشاركة في العملية السياسية وإعادة الشرعية للسلطات القادمة، ومن ثم عدم الدخول في أزمات سياسية أخرى. وما زالت هذه القوى حذرة من إمكانية السلطات العراقية للقيام بهذا الأمر. هذه النقطة الأولى. النقطة الأخرى تتمثل بالتحولات الإقليمية. التحولات الإقليمية خطيرة جدا، وخاصة التحول التركي والتحول الإيراني سيؤثر بدرجة كبيرة على الوضع السياسي في العراق، وربما سيؤدي إلى أنه القوى العظمى صحيح تقدم وعود، وصحيح تحاول إدخال العراق في إطار شراكات اقتصادية وشراكات في مسألة التنمية وتشجيع الشركات العالمية سواء كانت الأمريكية والأوروبية وغيرها في الدخول في الاقتصاد العراقي، لكن ما زالت المخاوف الأمنية هي التي تسيطر على عقولها، وعدم وجود ضمانات حقيقية لاستمرار هذا الأمر ربما سوف يؤدي إلى بقاء الملف العراقي في أروقة السياسة الأمنية والسياسة العسكرية الغربية ربما لفترة قادمة. أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين بأربيل الدكتور عبد الحكيم خسرو، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. في الختام مشاهدينا الكرام، تعود العراقيون منذ عام 2003 على طريقة في الإدارة أوجدها المحتل الأمريكي على يد حاكمه المدني اللئيم بول بريمر. هذه الطريقة تعتمد على ركيزة، الكل يعلم أن سبب دمار العراق هي هذه الركيزة ألا وهي الطائفية المقيتة والولاء إلى أمريكا وإيران. وكل هذه الأمور إن كان العراقيون يريدون الخروج من هذه الأزمة وبناء عراق بشكل صحيح وإعادته إلى العراقيين وإلى مكانته التي استحقها العراق في زمان مضى، على العراقيين اليوم أن يقفوا وقفة رجل واحد أمام هذه المشاريع الهدامة التي يجب تغييرها وإحلال مشاريع وطنية محلها كي يعود كل شيء إلى مكانه، ولا نجعل الدول الغربية هي المتحكم والآمر الناهي في مقدرات بلدنا وأرزاق أطفالنا وشبابنا وشيبتنا. على أمل اللقاء بكم من جديد يوم الأربعاء المقبل في حلقة جديدة. تقبلوا مني أنا محدثكم أفل الصقر أطيب التحيات والأمنيات، ومن كادر البرنامج من خلف الكاميرا أطيب التحايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.